السلام عليكم، انا ايمان من دكتور كروشيه، والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل الغرزه دي. وعملتها بخيط تاني. الغرزه حلوه جدا وبتخلص بسرعه، وممكن تستخدموها في مفرش، ممكن تستخدموها في بلوزه، ممكن تستخدموها في كوفيه او شال. ليها استخدامات كتير قوي. هكون مبسوطه جدا لو وريتوني تطبيقاتكم واستخداماتكم ليها على انستغرام، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. ويلا نبتدي. هبدأ سلسلة بمضاعفات العدد 8. في الأول هعمل عقدة بداية وهشتغل سلاسل بمضاعفات العدد 8، وبعدين هزود سلسلتين، هشتغل في تاني سلسلة حشو وهرتفع سلسلة، هتجاهل 3 غرز وهدخل في الرابعة اعمل كلاستر بعمودين، 1 2 3، وهدخل في الرابعة او اعمل عمودين معا كده مكملهاش، وادخل تاني في نفس الغرزة مكملش غرزة العمود، وشد الخيط من 3 حلقات، سلسلتين وكمان كلاستر بعمودين. سلسلتين تاني وكلاستر بعمودين برضو في نفس المكان. سلسلتين وهتجاهل 3 غرز بعد الغرزة اللي اشتغلت فيها، وهدخل في الرابعة اعمل حشو، 1 2 3، وفي الرابعة حشو، وهكمل كده لحد الاخر. سلسلة هتجاهل 3 غرز وفي الرابعة اعمل الغرز دي، كلاستر بعمودين، سلسلتين، كلاستر بعمودين في نفس المكان، سلسلتين، كلاستر بعمودين في نفس المكان، يعني المجموع 3 كلاستر بعمودين بينهم سلسلتين في نفس الغرزة. في الآخر سلسلتين وغرزة حشو، 1 2 3 في الرابعة، وأكمل كده لحد الآخر. اخر حاجة هعملها في السطر الاول هي غرزة حشو في رابع واحدة، 1 2 3 4، اللي هي السلسلة الاخيرة. هبتدي السطر التاني ب4 سلاسل، هلف الشغل، هشتغل غرزة عمود بلفة في الفراغ ده اللي بين الـ2 كلاستر، 3 سلاسل، غرزتين عمود بلفة معا في الفراغ ده والفراغ ده، يعني هنلف الخيط ندخل في نفس الفراغ، ناخد 2 حلقات، نلف الخيط تاني ندخل في الفراغ اللي بعده ناخد 2 حلقات، هيبقى عندي 3 حلقات هنلف الخيط ونطلع منهم كلهم. 3 سلاسل، عمودين بلفة كمان بنفس الطريقة في الفراغ ده، وأول فراغ بين الـ2 كلاستر في الغرزة الجاية. ثلاث سلاسل وهكرر لحد الآخر، نفس الفراغ وفي الفراغ اللي جنبه، وبعدين 3 سلاسل ونكمل. آخر عمودين بلفة معا هعملهم، اول واحد في نفس الفراغ والتاني هيبقى في الغرزة دي اللي هي غرزة الحشو اللي عملناها في الاول، بس المرة دي هنعملها غرزة عمود بلفتين، يبقى هنلف مرتين كده وهندخل غرزة الحشو، هنطلع من 2 حلقات وهنطلع من 2 حلقات، هيبقى عندي 3 حلقات في الاخر هلف واطلع منهم كلهم. كده خلصنا السطر التاني.
السطر الثالث هرتفع 3 سلاسل، الف الشغل، هشتغل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، سلسلتين، كلاستر بعمودين في نفس المكان، سلسلتين، غرزة حشو في الغرزة اللي عملناها الناتجة من التناقض ده، أو الغرزتين عمود بلفة معا، يبقى هنشتغل فوقهم في الغرزة اللي فوقهم كده غرزة حشو، ودي الأماكن اللي هنشتغل فيها اللي هي الغرز، غرزتين العمود بلفة معا دي ودي ودي، مش هنشتغل في الفراغات خالص. يبقى هنكمل سلسلة، هنشتغل هنا نفس اللي اشتغلناه في الدور الأول، يبقى هندخل في الغرزة دي نعمل كلاستر بعمودين، سلسلتين، كمان كلاستر بعمودين، سلسلتين، وآخر كلاستر بعمودين، سلسلتين، وغرزة حشو في الغرزة دي، وهنكمل كده لحد الآخر. آخر غرزة هنشتغلها هنا في غرزة العمود بلفة دي، هشتغل كلاستر بعمودين بعد ما أعمل سلسلة طبعا، سلسلتين، وتاني كلاستر بعمودين، ودي نهاية السطر التالت. السطر الرابع هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل غرزة عمود بلفة هنا في الفراغ ده، 3 سلاسل، غرزتين عمود بلفة معا في الفراغ ده والفراغ الجاي من الغرزة الجاية، يبقى هدخل هنا وهدخل هنا، ثلاث سلاسل، وكمان في الفراغ ده والفراغ الجاي غرزتين عمود بلفة مع زي السطر التاني، وثلاث سلاسل، وهكمل كده لحد آخر السطر. هنا وصلت لآخر فراغ هشتغل فيه برضو غرزة عمود بلفة ومش هكملها، وهشتغل في 3 سلاسل دول في 3 سلسلة من فوق هشتغل فيها غرزة عمود بلفتين ومش هكملها، يبقى هلف الخيط مرتين كده، هدخل في 3 سلسلة من فوق، هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين، يبقى عندي 3 حلقات هطلع منهم كلهم كده. أكون خلصت السطر الرابع وخلصت التكرار. هنبدأ تاني من السطر الأول، هرتفع سلسلة، هشتغل غرزة حشو في نفس المكان، هرتفع سلسلة، هشتغل في الغرز دي بس مش هشتغل في الفراغات، هشتغل في الغرزة دي، الغرزة دي الأول، هشتغل فيها نفس الغرز دي كلاستر بعمودين، سلسلتين، وسلسلتين، وغرزة حشو في الغرزة الجاية، وهنكرر كده لحد نهاية السطر ده لو هتكملي القطعة، لكن لو عايزة تنهيها، لو ده السطر الأخير في القطعة وعايزة تعملي لها بوردر أو حفة، يبقى نرتفع سلسلة عادي ونشتغل غرزة حشو في نفس المكان برضو، نرتفع سلسلة، وتقريبا هنشتغل نفس الشغل غرزتين أو كلاستر بعمودين هنا، بس بعدهم هنعمل غرزة بيكو، هنرتفع 3 سلاسل، هنعمل منزلقة هنا، سلسلتين، وكلاستر بعمودين تاني في نفس المكان.
كل الفرق ان احنا بنعمل غرزة بيكو اللي هي 3 سلاسل ومنزلقة وبنكمل عادي. وسلسلتين وهنعمل غرزة حشو وهنكمل لحد الآخر كده. وصلت لآخر غرزة هشتغل فيها غرزة حشو وهرتفع سلسلة وهقص الخيط. أنا كده خلصت الغرزة، ده شكل البوردر. ومجرد بس اشتغلت غرز حشو من هنا ومن هنا، وده شكل غرزة في خيط جانجا. برضو اشتغلت غرز حشو بس من غير البوردر. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وأفادكم، ومع السلامة.